ايام ما كنا لاعبين، يمكن هتكلم عن دكتور عبد المنعم عمار، ايام وقت في الثمانينات، حقبه الثمانينات لما كنا لعيبه وكده، يمكن كان وقت ما كان محافظ الاسماعيليه، اهتمامه كان كبير جدا جدا بالنادي الاسماعيلي، كان داعم كبير للنادي الاسماعيلي، وكان تملف واجتماعاته معانا. يمكن احنا البطولات كانت بعيده شويه في الوقت ده عن النادي الاسماعيلي، وكان شغله الشاغل ازاي يرجع النادي الاسماعيلي تاني للبطولات وكده. يمكن كان بيدعمنا بشكل كبير، طلبات للعيبة، اجتماعات مع اللعيبة، أي لعيبة عندها مشاكل كان بيقف بجانبها. ما ننساش طبعا جيل التسعينات، اللي يمكن كان كابتن شحتة وكابتن علي جمعوا الفريق اللي أخذ الدوري سنة 90. كان دكتور عبد المنعم عمار ساعتها محافظ اسماعيليه، وكان داعم كبير للفريق في الوقت ده. طبعا حتى بعد ما تولى وزاره الشباب والرياضه كان برضه داعم كبير للنادي الاسماعيلي. كان في اي مشاكل للنادي الاسماعيلي كان بطبيعه طبعا ان هو اسماعيلي وكده، كان شيء طبيعي انه كان بيقف بجانب النادي الاسماعيلي. اخر حاجه يمكن احنا في الظروف اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي، كان في دعم كبير لي، وكان عنده افكار جيده جدا. اتمنى الافكار دي ان شاء الله تتم باذن الله، لان النادي الاسماعيلي فعلا محتاج كل محبيه وكل ابناء النادي الاسماعيلي وابناء اسماعيليه يقفوا في الظروف اللي كان بيمر بها النادي الاسماعيلي، وان شاء الله الانفراجه هتبقى قريبه باذن الله ان شاء الله. دكتور عبد المنعم عمار، يمكن اسماعيليه، انا عايز اقول بس مش عايز يعني عشان ما يبقاش كلام يعني في نفاق او حاجه، يمكن اسماعيليه الحديثه بدايتها على ايام الدكتور عبد المنعم عمار طبعا. وبعدين كان يعني انا هتكلم بصفه خاصه على النادي الاسماعيلي، يمكن في كل اجتماعاته معانا كان كل همه ان النادي الاسماعيلي يرجع للبطولات تاني. النادي الاسماعيلي هو كان تملي يقول لنا، واحنا طبعا كان عندنا الاحساس والشعور ده، النادي الاسماعيلي مش اقل من اي نادي في المنطقه العربيه كلها، مش في مصر بس. لا عايز اقول ان طبعا كان نقل لينا حاجه مهمه جدا جدا. لا طبعا انا بحييه وبشكره ان هو برضو في الفتره الحاليه ان هو برضو مش سايب النادي الاسماعيلي بافكاره بمجهوده. في افكار كتير انا عارف انه بيعرضها وكده، اتمنى الافكار دي زي ما بقول لحضرتك برضو ان شاء الله انها تتم. وانا عارف ان هو طبعا نادي الاسماعيلي هو شغله الشاغل في الوقت الحالي.